هذا وقد أكد سعادة السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين في لقاء خاص مع مركز الأخبار، أكد على عمق ومتانة العلاقات بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، والتي تقوم على أساس المساندة المشتركة في كافة القضايا، وتمثل نموذجا حيا للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تضرب جذورها في أعماق التاريخ. تأتي الزيارة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ولقاؤه بأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، تتويجا للعلاقات الأخوية التي تربطهما وامتدادا للعلاقة التاريخية والمتميزة بين سلطنة عمان ومملكة البحرين الشقيقة، وما تكتسبه من أهمية في ضوء التاريخ المشترك ووحدة المصير بين البلدين الشقيقين. كما تعد زيارة مولانا جلالة السلطان المعظم لمملكة البحرين شاهدا للعلاقات العمانية البحرينية التي أسسها السلطان قابوس طيب الله ثراه، ونشهد اليوم ذلك المسار الواضح الذي يكمل مسيرته حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وما لها من دلالات كبيرة وقيمة سياسية هامة تزيد من قوة العلاقات بين البلدين، وستأخذ هذه العلاقة نحو آفاق أرحب وأوسع ومرحلة جديدة مزدهرة ومتقدمة. ولا يفوتني الذكر هنا إلا أن القيادتين الحكيمتين في البلدين أسستا اللجنة البحرينية العمانية المشتركة، والتي أخذت على عاتقها مهمة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المصاحبة لها بما يخدم ويحقق الطموحات والتطلعات المشتركة، بما في ذلك السعي قدما نحو الانتهاء قريبا من تأسيس شركة عمانية بحرينية في مجال الأمن الغذائي بين البلدين الشقيقين، وستسهم بلا ريب نحو التكامل الاقتصادي بين البلدين وإلى آفاق وأرجاء أوسع لتحقيق المصالح المشتركة.